مؤتمر طوكيو السابع لحول التنمية مع أفريقيا تيكاد، واللي هتشارك فيه مصر بوفد يترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الافريقي. هيكون في كمان على الهامش وفي خلال ايضا هذا المؤتمر اجتماعات مجلس الاعمال المصري الياباني اللي بيترأس الوفد المصري السيد ابراهيم العربي رئيس مجلس الاعمال المصري الياباني، استاذ محمد ابو العنين نائب رئيس مجلس الاعمال المصري الياباني، وبيضم في عضويته ايضا مهندس محسن صلاح رئيس مجلس اداره شركه مقاولين العرب. امبارح كان الدكتورة سحر نصر ومجلس الأعمال المصري الياباني كانوا في ضيافة السفير الياباني في القاهرة للتجهيز والتحضير لهذا المؤتمر، مؤتمر طوكيو الدولي السابع حول التنمية الإفريقية تيكاد. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم هذا المؤتمر اللي هتشارك فيه مصر ووفد كبير بيشارك في هذا المؤتمر، واتحاد الصناعات المصرية سيشارك في هذا المؤتمر، وطبعا وهيكون في معرض على هامش هذا المؤتمر اللي هيكون في مدينة يوكوهاما طبعا خلال الفترة من يوم 28 حتى يوم 30، وأكثر من 50 واحد من كبار رجال الأعمال المصريين موجودين في هذا المؤتمر، وهيعرضوا منتجات لأكثر من 150 شركة يابانية وإفريقية من الدول المشاركة. هيكون في عرض كمان لشركة سيراميكا كليوباترا ومنتجاتها اللي موجودة، وعايز أقول لحضراتكم كليوباترا شركة سيراميكا كليوباترا واحدة ربما من شركتين ثلاثة مصريين موجودة ولها تواجد في اليابان بقوة، وهتعرض أيضا منتجاتها خلال في مدينة يوكوهاما اللي هيقام فيها المؤتمر، مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في افريقيا. طبعا هذا هو اللقاء، وسيد محمد ابو العنين، السيد ابراهيم العربي، مهندس محسن صلاح، مع طبعا وحديث جانبي بين استاذ محمد ابو العنين وابراهيم العربي رئيس مجلس الاعمال المصري الياباني، الدكتوره سحر نصر وزيره الاستثمار والتعاون الدولي، طبعا مع الاستاذ الهام ابو الفتح استاذ محمد ابو العنين والمجلس الاعمال المصري الياباني، اللي هو اللقاءات اللي بتتم قبل للتنسيق، لانه هيكون في لقاءات في زيارات، وايضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بتفقد جناح معرض المصري خلال ايضا المؤتمر في مدينة يوكوهاما، وسيتفقد السيد الرئيس ايضا المعرض المصري زي ما بقول لحضرتك والمعروضات المصرية اللي يتم خلال ايضا اعمال هذا المؤتمر، واللي هيكون ايضا في انعقاد لمجلس الاعمال المصري الياباني، وخلال ايضا في جلسة ستكون ايضا خلال ايام انعقاد المؤتمر في مدينة يوكوهاما. هذا جانب ايضا، وطبعا هيكون عندنا تقرير هنشوف ايضا التقرير عن لقاءات ولقاء السفير الياباني مع وزير الاستثمار ومجلس الاعمال المصري الياباني برئاسه السيد ابراهيم العربي واستاذ محمد ابو العنين نائب رئيس مجلس الاعمال المصري الياباني. نتابع هذا التقرير ثم فاصل واعود ودكتور فخري الفقي ودكتور هشام ابراهيم نتحدث عن ماذا بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائده 1.5%. نظم السفير الياباني في القاهرة ماساكي نوكي مؤتمرا صحفيا للرد على كافة الأسئلة المتعلقة بمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية تيكاد 7، والذي يعقد في مدينة يوكوهاما من 28 وحتى 30 من الشهر الجاري، ويشارك خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي وبحضور 1500 رجل أعمال ياباني و50 رجل أعمال مصري.
وأكد السفير الياباني أن مشاركة الرئيس السيسي ستكون مشاركة فعالة وهامة، حيث سيترأس مع رئيس الوزراء الياباني الجلسات الافتتاحية والختامية، بالإضافة إلى مشاركته في الفعاليات المختلفة التي تعقد على هامش المؤتمر والتي تبلغ حوالي 170 فعالية. كما أن المؤتمر المقبل سيكون أول مؤتمر للتيكاد يحضره رئيس مصري. يساعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لأتحدث إليكم عن الارتكاد. أول شيء أود أن أذكره عن الارتكاد هذه المرة هو إنه أول مؤتمر ارتكاد يحضره رئيس مصري وهو الرئيس السيسي، وأن هذا المؤتمر يختم بتنمية في الواقع الرئيس السيسي سبق وزار اليابان خلال قمة G20، لذا نشهد زيارتين للرئيس المصري خلال فترة قصيرة لليابان، وهذا يؤكد أن بلدينا شريكين رئيسيين في المحافل الدولية، ونرغب في انتهاز فرصة هاتين الزيارتين لتعميق العلاقات بين مصر واليابان. وخلال حفل الاستقبال الذي عقب المؤتمر الصحفي وبمشاركة وزراء وسياسيين ورجال الصناعة، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن مؤتمر التيكاد يعد منصة مهمة تجمع العديد من الشركاء الدوليين لدعم إفريقيا، كما يمثل شراكة مهمة بين مصر واليابان في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هذا العام. أرغب في التأكيد على عدة نقاط تم ذكرها، وأود شكر معالي السفير على عمله الدؤوب وتحضيراته للمؤتمر المنتظر. كان مثابرا ودقيقا للغاية للتنسيق بين مختلف الوزارات. كان حريصا على التأكد من إتمام كافة الاتفاقيات الخاصة بالمؤتمر حتى نحصل على مؤتمر ناجح، وساعدنا أيضا على تمويل العديد من الشركات مع الجانب الياباني. لدينا بالفعل شراكة بقيمة 2.5 مليار دولار، ونحن فخورون بهذه الشراكة، فهي متنوعة وتمس المواطن المصري مباشرة، وكما يقول السفير نابعة من المطالب الوطنية والأولويات الخاصة بالمواطن المصري. نحن بالطبع مقدرين لهذا التعاون من الشعب والحكومة اليابانية. بيننا مشاريع طاقة متجددة ومشاريع خاصة بالآثار، وعلى رأسها مشروع المتحف المصري الكبير. نحن فخورين به والعالم كله فخور بهذا المشروع. ولا يمكن أن أنسى أحد أهم القطاعات، وهو الاستثمار في الموارد البشرية والتعليم، سواء في مراحل التعليم الأولي أو الجامعي. ومن جانبه أكد رجل الصناعة والرئيس البرلمان الأورو متوسطي محمد أبو العنين أن أفريقيا بها صحوة كبيرة وتتغير وتتقدم، كما أن بها 60% من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، لذا فهي مليئة بالثروات. كما أشار أن الاستثمارات بين الجانبين المصري والياباني زادت بقوة خلال الفترة القصيرة الماضية. هذا المؤتمر هو يعتبر أهم مؤتمر للعلاقات الأفريقية مع اليابانية، ولما قريت في الموضوعات كلها حقيقة حسيت بالنقلة النوعية في الفكر. قدي كان الفكر الياباني الاتكاد ده من سنة 93، لكن الستة وسبعة الأخير ده هي اللي كان في نيروبي واللي هيحصل إن شاء الله السنة دي، في نوعية كبيرة جدا في الفكر، فكر التنمية، فكر بناء الأمم، فكر نقل التكنولوجي، فكر إعداد البشر، اللي تغلب على الفكر الحقيقة الطموح بتاع اليابانيين. وتعرفين طبعا اليابانيين كشعب شعب متقدم وشعب حضارة وشعب له القيم السامية اللي احنا بنفخر بيها. هذا المؤتمر في حاجة اسمها جديدة يمكن أول مرة تسمعوا عنها، هي اسمها African Champion. African Champion دول organization تمت وتوفي عليها في المؤتمر اللي فات لما كان سيادة الرئيس في أديس أبابا. والأفريكان تشامبيون دول مرشح فيه أي حد من الجماعة اللي هم القيادات العليا لرجال الأعمال البليونيرز اللي هم عندهم مشروعات، واللي يقدروا يتعاونوا في التعاون الأفريقي الأفريقي أو التفريق الأفريقي حتى مع اليابان، وإحنا هنكون ممثلين. لكن أنا يمكن بمثلهم في مصر، لكن إن شاء الله هيكون لنا كلمة وهيكون لنا تواجد كأفريكان تشامبيون وسط هذا الجمع الكبير اللي إحنا بنتكلم عليه. هذا أفريكان تشامبيون ده هيكون له مزايا، والمزايا دي أبروفد
احد هذه المزايا انك تاخد باسبور افريقي تاخد فيه تخش بيه جميع دول افريقيا بلا تاشيرات. ودي يعني ميزه كويسه جدا للاخوه اللي هيكونوا ان شاء الله في المجموعه، واحنا هنيجي نعمل احتفاليه كبيره هنا بس بعد المؤتمر ان شاء الله قدام شويه، وهنقدم افريقيا تشامبيون للمجموعه اللي هنا ان شاء الله. يعني انا واثق تماما ان الدكتوره سحر عندها هيدن اجنده، ما تحب هتفاجئنا بيها هناك، وهتلاقينا في مبادرات كبيره جدا ومشروعات كبيره جدا، وافكارها النيره اللي احنا شفناها انا على يقين انها هتفاجئ المؤتمر بحقيبه كبيره جدا من المفاجات هتسمن ان شاء الله عن الاستثمار في مصر مزيد. والارقام اتكلمت، عايز اقول لكم ان الحقيقه معالي السفير لما بص على الارقام اللي قبل ما يجي والفتره الوجيزه الصغيره اللي جه فيها تقول الراجل ده عمل شغل عظيم. واحنا بالبلدي كده لسه كنت بقول له انت وشك حلو علينا. اولا زادت الاستثمارات، زادت التجاره، زادت كل المؤشرات الكويسه في شكاوي المستثمرين قلت خالص. وانا عايز اقول لكم يعني مش سر، احنا كنا عند سياده الرئيس في اجتماع مجلس الاعمال المصري الياباني واحنا قاعدين، قال لي المشاكل بتاع الناس دي لازم تتحل. طلعنا من عنده رحنا مجلس الوزراء، الحقيقه الدكتوره صحن مع رئيس الوزراء مع رئيس الماليه ومع وزير الماليه قعدوا حلوا كل المشاكل واحنا قاعدين. وده اتيتيود جديد. طب بنتكلم احنا عن مناخ الاستثمار وحل المستثمرين وازاي احنا بسرعه نحل ونتفاعل مع المشكله، كانت النتيجه ان المستثمرين دول بداوا يحلوا مشاكلهم وبداوا يحسوا ان في حد اذان صاغيه بتسمعهم، وبداوا يشعروا انه ان احنا قدام مسؤولين بيستجيبوا لنداءاتنا ويحلوا مشاكلنا. استقبلنا كبير جدا جدا بالتعاون بيننا وما بين اليابان، زي ما لنا علاقات تاريخية قديمة جدا بيننا وبين اليابان، يعني في أمثلة كثيرة وفي نجاحات كتير حصلت على مدى التاريخ الطويل اللي بيننا في العلاقة بيننا وبعض، وفي شركات كتير سواء داخل اليابان بمشاركة يابانية موجودة مصرية يابانية أو هنا في مصر بمشاركة يابانية مصرية هنا على أرض مصر. يعني الحمد لله في تطور كبير جدا 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 وفي نمو عالي، وفي يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده في مستقبل واعد ان شاء الله للعلاقة القوية اللي بيننا وبين اليابان. احد اقدم الشراكات اليابانية مع القارة الافريقية، ويتم تنظيمها بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية ومشاركة القطاع الخاص، ويهتم المؤتمر بترسيخ مبادئ الشفافية والاستدامة وتمكين المرأة، فضلا عن دعم مشروعات البنية التحتية المستدامة في دول القارة. احمد بيومي لبرنامج على مسؤوليتي.